اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سلسله ما الفرق بين. النهارده هنقول الفرق ما بين كلمه عرب Arabic and Arabian. كلمه عرب معناها عربي بمعنى شخص عربي. على سبيل المثال هقول Arabs must unite to be strong. العرب لابد ان يتحدوا لكي يكونوا اقوياء. كلمه عرب بتيجي احيانا صفه بمعنى شيء ينتمي للدوله العربيه. هقول مثلا Arab world العالم العربي, Arab countries الدول العربيه. ونيجي لكلمة Arabic. Arabic المقصود بها اللغة, اللغة العربية. أقول مثلا Arabic is the language in Egypt. العربي هو اللغة الموجودة في مصر. طيب, وكمان كلمة Arabic بتيجي صفة adjective بمعنى شيء يخص أو ينتمي للغة العربية. يعني أنا مثلا هقول أنا معايا قاموس ناطق للغة العربية, هقول Arabic dictionary. ونيجي لكلمة Arabian. Arabian معناها يخص العالم العربي. يعني لو عايز اقول مثلا الحصان العربي هقول Arabian horse, عايز اقول البحر العربي Arabian sea.